أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم والشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا الرشد والرشاد والحكمة والعلم والحلم وفصل الخطاب. حول الكرام، إني دين غير خزان من دين غير السلام المعرات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى كيوم نلقى في حلقة جديدة من هذه الحلقات إذا طقت نادور سيتي، نشكرها جزيل الشكر. هذه الحلقة الجديدة إن شاء الله بعنوان إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمازيخ القرص أي ثمث النبي صلى الله عليه وسلم. فنقصى أن نسمي إن شاء الله تعالى ميعنا إثمث النبي صلى الله عليه وسلم، أضمن صفة نسمي إن شاء الله تعالى، ثم من يمارا باش الزيت النيري إن شاء الله جعلني الله وإياكم منهم آمين. سلم أيها الكرام بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذي الزمان نس يتوضي تعيش، توضعيش نكيسيج القوم ومن الزايس حبنت هجاركيس جاهدناكيس نصانكيس الدين عفعلك سرايا الاسلام القوم والتا يوذن والتا ماشي توسما دي السيره النبويه، ماشي توسما دي التاريخ، توسما الصحابه او اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاس الشيس مازيخ امتكر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. انا عشنا كيس فاحسن السن مي عليه يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا انطلقت جيج من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة يوسف بن مضران من سرم المدغاس مغياس إنس السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. ثم ينقرب الصحابة رضي الله عليهم إنس وددنا أن قد رأينا إخواننا شوقا حب من غزا غيثنا. لنا الصحابة رضي الله عليهم أو نسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعد نذيم دكالين ولكن إثمان يدغيز غواني. لنا الصحابة رضي الله عليهم وكيف تعرف من يأتي من بعدك من أمتك يا رسول الله؟ الناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم رجلا له خيل غر محجلا إجن السيد غاسي إحسان ليس تشمرت ذي ثنيا ذي فس ذي ضان وسط خيل دهمين بهمين ذي روست إحسان ذي بعشان ألا يعرف خيلا وشوية السنشي إحسان النس ننس بلى يا رسول الله نعم. الناس وكذلك يأتون غرا محجلين كذلك يوم القيامة السنط أدسن ليس تشمرت ذي ثنيا ذي فسن ذي ضع سمين زيف من أثر الوضوء يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء الاسمير النور من أثر الوضوء. ثم الناس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا فرتكم على الحوض هذا مزاق الحوض ينور على نهر النيس إن شاء الله عز وجل الكوثر هذا مزاق وأنا فرتكم على الحوض ألا ليذادن أقوام ثم شلقهم يدفعون ويمنعون عن الحوض باش تسوزي الحوض النيت ومن عندهم من عند الملائكه تردهم بمقامع من حديد فاقول الا هلم امتي يعني يلها تسوم فيقول فيقال لي قد بدلوا وغيروا يعني يذنا قوات الشمس لانه بدلنا بريد النش غيان بريد النش فاقول سحقا سحقا يعني سبع المتن سبع المتن. هذا هو الحد. النبي صلى الله عليه وسلم يزدغى مضران وسلم بانه مضران من زاد ذكر كراس الاخره يذكرون بالاخره لان التني الطواف الاخره. ثم مضران كذلك ذكر لنا الماضي يوذا الموت الاجداد الماضي. النبي صلى الله عليه وسلم
أرمير يسجو خاسم يعلمنا الأدب كيف نتعامل مع الموتى مقابر مثلا زيارة المقابر ينقرب يلتفت على الصحابة رضوان الله عليهم يستورك شيء نودان حضانا كيس مخلص يستور يستورك شيء نودان هذا سند المستقبل يأتون من بعدي فمن غاستفد لاني تستفد بأن النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة واحدة كيجن وقت يسمون جار الماضي ذو الحاضر ذو المستقبل مي خسر يني منايا يخسر يني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن شجرة الإسلام غاسي زورا امتد حتى لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام في الماضي ثم غاس الجذع الوتر ذي الحاضر تمثل الصحابة رضي الله عليهم ثم غاس الفروع في المستقبل تمثل أي ثمت النبي صلى الله عليه وسلم إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخوان الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك واجبوش الأنبياء لأن النبوة به ختمت صلى الله عليه وسلم ديت بتغى النبي صلى الله عليه وسلم إذا من عنان يودانا المؤمنين كباقي المؤمنين ولكن غاس المميزات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوحشي ثاني يشتاق باش غاس المميزات غاس الصفات فما هي هذه الصفات باش نزيد نتصف ونمشي ان شاء الله تعالى اول صفه لاخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم غيبا ومن نزل النبي صلى الله عليه وسلم غيبا انت غير خاسر لان اتى من نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر امام عينيه قبل الطويل مش الزيستمر هذا درجة ولكن أتى من نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب والتويري ثم الزيستمر أتى من ذي من ديوي ثم الزيستمر أتى من ذي من ديوي الطبق هذا أعظم درجة ولذلك يجو صحابي أبو عبيد بن الجراح قرر تغذينا مع رسول صلى الله عليه وسلم يجل المائدة المكلة ردان جميع أجل النبي صلى الله عليه وسلم إنس يا رسول الله أحد خير منا آمنا بك وجاهدنا معك نؤمن الزايد ثم نرجع ذاك اللي شاح حسن الزايد إنس نعم قوم يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروا شلقوا من اسمها الزاد ومن الزايد ولا يزرين ومن الزايد ولا يزرين ولا يزرين ماشي النبي صلى الله عليه وسلم يتنتقص زي المقام من الصحابة المنزلة الصحابة الجهة من الصحابة أبدا وإنما يخص باش يرفع زي المعنويات من يتمس يتغيث من غازات لأن الحواج ويرفع زي المعنويات نسمع. في حديث آخر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه توقف النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبروني بأفضل منزلة في الإيمان عند الله عز وجل إن الناس الملائكة، إن الناس حق لهم ذلك لأنهم معصومون. إن الناس إذا الأنبياء، إن الناس الأنبياء حق لهم ذلك لأنهم معصومون حتى يدون بالوحي. إن الناس فمن يا رسول الله؟ إن الناس قوم يأتون من بعدي يجدون ما أتيت به على الورق المعلق فيعملون به. إيش القوم هذا اسمه غوالي زي من غوالي زرين والدينة تفندي ذوريكنا أطبقا. هؤلاء أعظم منزلة في الإيمان عند الله عز وجل. إذا الصفة الأمزوجة والإيمان بالله برسول الله صلى الله عليه وسلم غيبا. الصفة الثانية هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تحب الرسول صلى الله عليه وسلم كتاع. الصحابة رضي الله عليهم عبانا من قاد السيرة أنت إج البرهان كبير في المحبة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حب أنت إج المحبة عظيمة جدا. عظيمة جدا في ذات الأرواح نسى كل غال ونفيس إلى غير ذلك والسيرة النبوية يعني ليس من يوم سيد طلعة فكذلك إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم حب من النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة وإذا يدل الغمانية هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من أشد الناس لي حبا أكثر من الناس لي تحبا زي الأمينه هو ناس يأتون من بعدي شنو ذا دس الغواني غواني يود أحدهم لو رآني بأهله وماله يتمنى شن يجن زيسن مريض يغيظا وخر يغيف دا تمزري في النينو وخد غيف داس الأهل النس المال النس وقر النس كل شيء صغار باش يغيظا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المحبة الشوق إلى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فالصفة الثانية الصفة الثالثة
هي الصبر على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة نسن أنه أشد الناس صبرا خبرد النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من وراء خطب الصحابة، إن من ورائكم أيام الصبر، قروانهم شمو الساد، إتتاد تانو السند تاع الصبر خبرينهم. إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كالقبض على الجمر. قولي لا يصبر خبرينهم، غوانايين أخمي تشتش تمسي للعاملين يومئذ أجر 50 رجلا. وني لا يخدم ندير وقت نزي السنة إلو عصر رجع 50 نيار يزن. قيل يا رسول الله أمنا أم منهم 50 نيار يزن رجع منه واش الزيت ولا الزينة؟ إن أسبل منكم من الصحابة. فهيث ما سن النبي صلى الله عليه وسلم يوذانا ليس الصبار خبرين النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة، الصفة الرابعة من صفات إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدعاء، من شيمتهم الدعاء. الدعاء لمن؟ لمن سبقهم بالإيمان. لأن السر بأنه الصحابة رضي الله عليهم أسدوا إلينا معروفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فاسألوا الله له. وشوان هذه المشن إذا زدنا المعروف قلنا دين الخير استوضنا ضدينا ضحى من أجله بشدة ضيوط الصحابة رضي الله عليهم ومن تبعهم. فيوذنا تعالى مش هذا سنة الخارج واش نزم هذا سنة الخارج أبدا لا نستطيع. ولذلك يجب علينا الدعاء، ومن صفات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء لمن سبقهم بالإيمان. يقال الله عز وجل: تعلمنا الدعاء منه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ولذلك وجب علينا وعلى ومن صفات اخوان الرسول صلى الله عليه وسلم انهم يدعون مع الصحابه ويدعون مع التابعين رضي الله عنهم اجمعين. ومن صفاتهم كذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بإحسان، أن العمل سن هو إجل اتباع بإحسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عليهم أجمعين. يقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تبعوهم بإحسان، من صفة إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يتبعون من سبقهم من السلف بإحسان. والإحسان إجل درجة أعظم من الإسلام ومن الإيمان. الإحسان هو الإتقان في العبادة، الإتقان في العمل، هو الإحسان إلى جميع خلق الله عز وجل. ثم كذلك من صفات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم سند الصحبة، أنه الإخوان صلى الله عليه وسلم ماشي مقطوعين عن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذي نجلو فيهم يتقن غاوية ويا. يقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من صاحبا. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من صاحب من صاحبا. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من صاحب من صاحب من صاحبا. قد يوم الخير قد يوم يقيم الخير ما دام فيكم ونري صاحبا ونري عشان ونري عشان ونري عشان ونري عشان وإذا ما ذكر من نفس اسمه ذكر من ونري عشان ونري عشان ونري عشان. إذا السلسلة من معشر اقتصد سيرية من إلى قيام الساعة. وفي رواية: من رأى من رآني من رأى من رأى من رآني. إذا لا بد أن يري سنة الصحبة رمع عشرة من يذنني عشرة 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 النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفاتهم، وهي ست صفات ربما ذي الصفات المهمة. هذه صفاتهم في الدنيا، فما علامتهم في الآخرة؟ الحديث قال: علامتهم في الآخرة هو أثر الوضوء، لأن الوضوء من الوضاء من النور. ثم الوضوء سلاح المؤمن، والمؤمن يعيش في الدنيا يا وسط تحديات وسط الأعداء الفتن إلى غير ذلك، ما دام الوضوء السلاح لا ينبغي له هذا السلاح هذا يشق من وسط الدنيا يا جدا في عماس الفتن. ثم الوضوء في الحديث الطهور شطر الإيمان،
يعني الوضوء لازم الايمان، وما دام الوضوء لازم الايمان يسهل لنا عليه زين المغرب. ولذلك الانسان اذا زين يحرص ان يزيد النصف الاخر باش يصير الايمان الكامل. ثم الوضوء كذلك يؤكد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لان دخول الجنه وشرب باش تسوزي الحوض النبي صلى الله عليه وسلم يودانا ويتقارب على الجنه الحوض النبي صلى الله عليه وسلم يودانا يجد طاهرين اتقياء انقياء اصفياء. هذه علامه في الاخره. ثم اخوان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم الحفل، لان الصحابه والاخوان طويل الدنيا مفترقين زمانا ومكانا. ولذلك من يعني الهدايا يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم الى الاخوان او الاصحاب انهم اثنين يجمع يوم القيامه على حوضه في حفل اكرام، اثنين يجمع ديني وانا فارتكم على الحوض، اثنين يجمع ديني ثم يردون عليه ثم ادغاس اسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيسقوهم من حوضه الشريف شرب، ومن لا يسمزل حوض النص لا يظما ابدا، فهو اصفى من اللبن واحلى من العسل. ولكن رسول صلى الله عليه وسلم أسيقس الحاق شن من مذازي الأمة النس أخص نزل الملائكة. لماذا؟ لأنه بدل وغيروا وقيم شخ وضوء وقيم شخ الزرد وقيم شخ بريد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدا وسحقا لهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من إخوانه وأن يجعلنا ممن يريدون عليه هذا الحوض ويفوزون بهذه الشرة الشرة الصافية النقية من يده صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادق والصادقين، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وإلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم